ففي تلميذ من تلامذتك اللي كانوا موجودين عندك في الكليه، هو كان زميلي محمود الخواجه. حبيبي محمود. فهو الخواجه برضه هنا لما عرف ان احنا بنسجل قال لك ده انا لازم اتكلم وعاوز اقول ده حبيبي ابعت محمود. رساله للدكتور عمرو، تعال نشوف بيقول ايه. طيب. الدكتور عمرو ابو المجد من الناس المحترمين جدا، التربويين جدا، الاخلاقيات العاليه زي ما يعني تحدث ولا حرج، على علم كبير جدا، راجل اتعلمت منه كتير، وكان بيدرس لنا في كليه التربيه الرياضيه، وانا عايز اقول لمن علمني حرفا صرت له عبدا. فالدكتور عمرو يعني على دماغي من فوق وعلى دماغ جيلي كله على فكره، وهو راجل كان بيساعدنا كتير سواء في الكليه او بنطلب منه حاجه او هو بيشوف حاجه فينا في احنا في تمرين واحنا في ماتش بيجي يقول لنا لا لك هنا اخطاء كذا، لا اعمل كذا لا. فكان راجل بيمدنا دايما بخبراته يعني بصراحه. فراجل يعني مش عارف اقول ايه يعني، ثاني عاجز ان انا ادي الراجل ده حقه، ان فعلا من الشخصيات الكريمه جدا، العلم زي ما انت عايز تقول، الاخلاقيات، الكرم، اخ صديق يعني كل حاجه. في الدكتور عمرو ابو المجد فانا بوجه له تحيه. لا دي اول لا ما كناش بنحس بالكلام ده مع الناس دي يعني مع الدكتور يعني او اي حد من النادي الاهلي يعني ما بنحسش بالكلام ده، بنحس ان احنا عيله واحده وان احنا في مكان بنستفيد منه كله سواء كان في الثانويه الرياضيه او في الكليه. فكان كل توجيهاته لينا مش يعني اخويه، عفويه، كنا بنستفيد منها منه يعني، كان بيقولها لنا. فما كانش في حته التعصب دي ولا لا، الكلام ده مش موجود عند الناس ابدا يعني في الوقت بتاعنا. يعني انا بسمي الوقت بتاعنا ده الزمن الجميل فعلا، يعني اللي هو بعيد عن التعصب وبعيد بعيد عن الاحتراف، بعيد عن اللي بيحدث يعني دلوقتي ده. احنا شايفين يعني المفروض ان احنا التعصب ده ننبذه، المفروض كلنا كل وسائل الاعلام المفروض تشتغل على الحته دي. اقول له ربنا يكرمك ويخليك ويديك الصحه ودايما عطاء يعني. تحياتي يا كابتن الخواجه. حبيبك. واصحى شويه فوق شويه، انت نايم على روحك كده مش انت على طول نايم كده ولا ايه؟ في ايه؟ لا يا كابتن محمود الخواجه يعني ليه بصمه في كره القدم وليه بصمه في نادي الزمالك، والحقيقه انا برسله، انا برسله صديقي يوميا والله على الواتساب، هو على طول بيبعت حاجه جميله جدا. حاجه جميله جدا.